49,500 طالب. نسبة الاعتذار عن الامتحان لحد دلوقتي لو اتكلمنا عن الجامعة بصفة عامة تطلع في حدود من 10-12%. حضرتك عارف احنا سمحنا للطلاب بالاعتذار، واللي خايف يجي هيعتبر ان ده عذر مقبول، مش هتحسب ان هو سقوط ولا اي حاجه خالص، لكن نسبه الاعتذار قليله جدا جدا لحد دلوقتي. نسبه طبعا احنا عاملين دلوقتي احتراز، انت شفت بنفسك كبيره جدا جدا. انا وريت على كل الكليات اللي بدات امتحانات، احنا عندنا كليتين بس لسه ما بداوش، هتبدا الاسبوع الجاي كليه الهندسه وكليه الصيدله. نسبه الحضور زي ما قلت لك كده ممتازه، الاجراءات الاحترازيه انت شفتها بنفسك من قبل اللجان خالص، كله بيتقاس حرارته، كله بيتاخد منه الهيستوري يتاكد ان مفيش اي مخالطه او اي حاجه زي كده. اي حد مشتبه فيه بيتاخد على مستشفى الطلاب بعربيه اسعاف معقمه لمستشفى الطلاب في مكان عزل معقم لاي اشتباه. ولحد دلوقتي كل اللي طلعوا مشتبه فيهم من ال 49,000 طالب دول 23 حاله، ما طلعش منهم ايجابي غير اربع حالات، منهم حالتين ايجابي بيسموه ايجابي ضعيف، وطلع بعد كده سلبي، بمعنى انه كان اتعرض للفيروس لكن ما اصبحش ناقل للمرض. فاتنين بس نقدر نعتبر ان اتنين من اصل 23 حاله اشتباه. طيب الحالات الاشتباه دي عملنا فيها ايه؟ المشتبه فيه وطلع سلبي اتاجل له بس الامتحان اللي تم الاشتباه فيه، لان طبعا مجرد الاشتباه لازم نعزله عشان مصلحته ومصلحه بقيه الطلبه، وما يبقاش فيه اي احتمال لاي نقل عدوى. بيتاجل له هذا الامتحان لدور الانعقاد القادم، وبيعتبر اكنه اعتذر عنه عذر مقبول. احنا عاملين تباعد كبير جدا من الطلبه زي ما حضرتك شايف، المدرج اللي بيساع 100 واحد قاعد فيه 10-15 طالب، لغينا خالص الاعتماد على التكييف، كله تهويه طبيعيه. عملنا اربع فترات امتحانيه في الجامعه، وده قلل جدا الكثافات. زي ما حضرتك شفت كده الطلبه بيمتحنوا في جو هادي جدا جدا جدا، وكلهم مطمئنين جدا 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 زي ما حضرتك شفت. وبعدين اذا اتكلمنا عن 49,000 طالب طلع فيهم حالتين ايجابي عزلوا قبل ما يختلطوا باي حد، وحالتين اشتباه ايجابي، و23 حاله اشتباه بصفه عامه، دي نسبه يعني تقل عن 0.5%. صحيح. وبالتالي نسبه لا تذكر على الاطلاق، تطمئن الجميع الى صحه الاجراءات اللي احنا اتخذناها. طيب يعني طبيعه الامتحانات، اكيد وضع الامتحانات السنه دي هيبقى مختلف شويه عن السنين اللي قبل كده. القنوات المغرضه شغاله ليل نهار، بياخدوا اي تصريح من مولو ويحوروه ويحرفوه بالظبط، ويحطوا عليه اللي هم عايزينه. صحيح. اللي بيصدقهم اللي عايز يصدق وعايز يوقع البلد. صحيح. لكن البلد ماشي كويس جدا، الجامعه ماشي كويس جدا، الامتحانات ماشيه بطريقه رائعه، والمغرضين عليهم ان يعني اقول ايه بقى، مش عايز اقول. وكمان بس رساله، يعني رساله ثانيه للطلاب اللي هم ثبت ايجابيتهم، ما دخلوش الحرم الجامعي اصلا يعني خالص يا فندم من الاعداد. هي دي رساله عايز اقولها لك، هم دي حالات اشتباه، اللي ثبت منهم ايجابيته 2.5 ودول اتعمل لهم كشف كامل بكل التحاليل بكل الاشعاعات، وصرفوا ادويتهم ودخلوا وثبت انهم يصلحوا للعزل المنزلي، ومنازلهم نفسها عرفنا مواصفاتها وانها تصلح للعزل المنزلي الامن، وبيتابعوا من دكاترتنا كل يوم، وبيصرفوا العلاج كامل، وكل ده ببلاش تمام، بالمجان بالمجان تماما.